معتز الجنيدي الذي تعرض للإصابة بشلل الأطفال جراء تناوله لمطعوم فاسد لم يستسلم للعجز الذي أصابه، بل كانت تلك المحنة التي تعرض لها أنذاك سببا ليضع قدميه على أولى خطى النجاح والنجومية، مترجما معنى الإرادة الحديدية. أنا معتز الجنيدي، بطل عالم في رياضة رفع الأثقال لذوي الإعاقة، محاضر مدرب في التنمية البشرية. أنا من عمري 5 سنوات أخذت مطعوم فاسد ضد شلل الأطفال. هذا المطعوم كان هو أنا بالنسبة لي كان بداية انطلاقة صراحة. طبعاً أهلي مثل أي أهل، من صارت معي الإعاقة صار عندهم نظرة كثير حلوة إنهم بدهم يعالجوا ابنهم. هذا المكان هو اللي أنا خرجت منه، هذا المكان هو اللي نشأ منه معتز الجنيدي، اللي طلع فيه اسم معتز الجنيدي. هاي الاتحاد الأردني لذوي الإعاقة. بلشت أتدرب هون من بعد ما خلصت دراستي تقريباً الثانوية. الحلم تبعي كان إنه أكون بطل عالم، وكنت أتفرج على أبطال العالم في المسابقات وهم عم يبكوا، أقول يجب إنه يوم من الأيام إني أكون بطل عالم ومثل هدول وأشعر نفس الشعور هذا اللي هم بيشعروه. معتز حياة أو موت، اللي بيبص كده يلا معتز الذهب ده. لا 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 ميلة 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 بس شالها، ميلة بس شالها، ميلة بس شالها. بكل ثقة عم بحكيها وبكل تجرد، الحمد لله إنه أنا اليوم بطل عالم والناس كلها بتعرف معتز الجنيدي، لأنه قدرت إني أتحدى نفسي وأتحدى كل المعوقات الموجودة بحياتي. قصة معتز الجنيدي تتابعونها كاملة ضمن فقرة إرادة من حديد، والتي تبث خلال برنامج كارافان الذي يعرض على شاشة رؤية الساعة 10 مساء.